مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بيت القصيد. بالشعر نغسل وجع الحياة ونحاول أن نتجاوز آلامها وأن نخففه ما أمكن. فالكلمة الطيبة تفتح أبوابا نحو سماء من التفاؤل، وكذلك تفتح دروبا شاسعة من الفرح المأمول. مشاهدينا، نرحب بضيفنا معنا من جمهورية مصر العربية الشاعر الأستاذ طارق عبد الفضيل. أهلا بك أستاذ طارق، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا أستاذ مصطفى، أهلا بك وأهلا بكل مشاهدين. في البداية، تعريف محدود منك عن نفسك تقدمه للسادة المشاهدين، تفضل أستاذ طارق، نحن نسمع. طارق عبد الفضيل شاعر مصري من مدينة المنصورة، عضو اتحاد كتاب مصر، مواليد 1970، حاصل على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة المنصورة، صدر لي 8 دواوين ورواية حتى الآن. ما شاء الله. أستاذ طارق، كما تعلم لكل شاعر غاية، ما هي غايتك الخاصة من الشعر بشكل عام وبكل صراحة؟ ما الذي تسعى إليه؟ أخبرنا، اعترف، تفضل. بكل صراحة، الشعر متنفس أعبر فيه عن ذاتي أولاً، ثم عن همومي وهموم الوطن وهموم الإنسان بشكل عام. نعم. إلى القصيدة الافتتاحية التي تريد أن تمتعنا بإلقائها، وحبذا أن تكون من الشعر العمودي إذا أحببت متكرما طبعا. تفضل أستاذ طارق، نحن معك. إذا فلنبدأ بالعمودي. تفضل أستاذ طارق. نعم، معك قصيدة قصيرة للغة العربية. تفضل. ما بين دفتر مهجتي والضاد، لغة تسير لأبعد الآماد. ما بين دفتر مهجتي والضاد، عربية النبض استقر مزاجها، نسغا سرى في أيكة الإنشاد. جمعت شتات البدو في عرصاتها، فغدت قراهم قبلة العباد، حتى تنزل في وريد جمالها ذكر الإله منارة المرصاد. حملوا الأمانة دون أي تردد، وتخلصوا من سكرة الإخلاد. لغة الحقيقة والمجاز بلاغة، تمتد بين الجمع والإفراد. وبطاقة التعريف مدخل بيتنا، وبناؤه من عسجد الأجداد. فإذا دخلت، دخلت أكرم منزل، وإذا خرجت، خرجت بالأجواد. بقصيدتي أحمي حماها مانعا عنها الغريبة وهجمة الأحقاد. وأورث الأبناء عشقا طاهرا، والإرث منها ذروة الأرفاد. فهي البداية في الصحائف مولدي، وهي المراد إذا علمت مرادي. فإذا دخلت، دخلت أكرم منزل، وإذا خرجت، خرجت بالأجواد. إنه جود محمود يستحق أن نتوقف كثيرا عنده. أستاذ طارق، هناك آثر يهم الشاعر أن يرسخه في الأذهان قبل الأسماع كما تعلم. ما هي الرسالة المثلى باعتقادك وبحسب رأيك؟ ما هي الرسالة المثلى التي يجب أن يتخلق بها كل شاعر؟ لا بد أن يكون الشاعر على دراية بدوره المهم في الحياة. لا بد أن يعلم الشاعر جيدا أنه منارة، وأنه قائد، وأنه مرشد، وأن له دورا تنويريا في المجتمع، وأن لا ينكفئ على ذاته وعلى مشكلاته الخاصة. نعم، ينطلق منها ويعبر عنها، لكن لا بد أن ينطلق إلى حمل هموم أمته بكامله. لكن ما الذي يميز عصرنا في الشعر عن العصور السابقة بصفتك شاعرا ومطلعا ومتابعا طبعا للحالة الشعرية في عموم الوطن العربي؟ لدينا نفس الأدوات والآلات التي كانت لدى الأوائل، لكننا بالطبع نعبر عن مجتمعنا وعن ثقافتنا وعن المستحدثات الكثيرة التي دخلت حياتنا. القصيدة العربية
شهدت يعني ذبولا في الفترة الماضية، لكني أشهد الآن عودة قوية للقصيدة العربية الأصيلة وللشعرية العربية بمحدداتها التاريخية. جميل جدا، إلى قصيدة جديدة الآن، وكلنا شوق إلى ما ستقرأه علينا أستاذ طارق عبد الفضيل ضيف بيت القصيد من جمهورية مصر العربية. إلى القصيدة الجديدة، تفضل، كلنا شوق. أيكون عشقا؟ أدود عنك الليل والطوفان والوجع المقيم، وأحتسي منك الصدود وروعة الإذلال. أيكون ما بيني وبينك صحبة طالت فطال بها الحنين إلى زوالي؟ أيكون عشقا والخناجر تستحم على دم المسفوك دون نزال؟ أيكون ما بيني وبينك رغبة عصفت بقلب كان أنقى من ندى الريحان في كف الصباح؟ أيغادر الصبار شقوته إلى حضن المياه مع الأقاح؟ أيعود للوطن المطارد من صباه؟ هل يستطيع النوم في كنف الجناه؟ ما لي أحبك، كل ما حولي يطاردني لأخرج من حدودك، وأنا برغم متاعبي أرتاح في الطرقات تحت خمائل الصفصاف في عينيك إن قبلت دخولي. هل تقبلين مغامرا ضحى بأغلى ما لديه لكي يسمى عاشقا؟ الله، أنا ما زلت نفس الناسك المتوحد. هل تعرفين حكايتي في العلم أو في المعبد؟ هل تقرأين مع النساء إذا قرأنا قصائدي؟ هل يذكر العشاق تاريخي إذا ذكر الأوائل في المعالي؟ ما لي أنا بالعشق مالي؟ عجبا لهذا العاشق المجنون يرسخ في قيود العشق ثانية وثالثة، يعالج حسرة من حسرة ويعود. عجبا، وإذا تورم كاحلاه من الركوع غفى قليلا واستراح إلى السجود. جميل. في عزلة سيعيش عمرا تلو عمر، ينسج الأحلام نسجا من خيال، بالخندريس تنام حيرته ويصحو جرحه عند السؤال. أو تعجبين لما التدله فيك؟ كيف صنعته ألقا وأجريت الجداول في جنانك؟ وأرى بعينيك اندهاشا لست أنكره، وكيف لمن بعينيك استوى ألا تؤجج صبره نار اندهاشك؟ الله. ليت الذي بيني وبينك لم يكن. هل يصرخ الملدوغ في صمت الليالي؟ هل يركض المصروع في الفلوات يبحث عن جواد للطريق؟ أمن العدالة أن يفيق؟ قال الطبيب علاج قلبك في الرضاب، وأشار آخر رأسك المعطوب ينفعه التداوي بالمحبة. إن من تهوى إذا مست أناملها جبينك عالجت من الغياب. يا ليتنا كنا وحوشا في الفلات فيقنص الأقوى الضعاف، ونعيش في شغف الحياة لكي نخاف. وإذا تمرد طائر غنى بغير مهابة جمعت لقتلته الجوارح في الأعالي، ما لي أنا بالعشق مالي؟ هل تعلمين قلبي مريض من سنين؟ أترصد الضوء الإلهي المسافر في العيون، وأدور خلفك في الشوارع ممسكا بعمامتي. لي هيبة لا ينبغي لي أن تضيع، إن باع كل الناس ما أعطيتهم أنا لا أبيع. حبات مسبحتي إذا انتثرت تهاوى بيتنا العالي، ما لي أنا بالعشق مالي؟ الله. لا تمنعي عينيك عني، لا تمنعيني، أخشى الخروج من الجنان إلى الجنون. عيناك لا أدري لماذا خانني قلمي، فلم أكتب برغم براعتي وصفا يكافئ سحر عينيك. عيناك لا أدري بأي سفينة أجتاز ما بيني وبينك ثم أسقط منهكا في راحتيك. عيناك كيف تلونت بالصبح حين تساقط الليل القبيح على وجوه الغانيات؟ أيكون قلبي في الطريق إليك قد مات؟ الله الله، ما أجملك يا أستاذ طارق. حبذا لو تحدثنا الآن عما يجب أن نتمسك به حتى نكون إضافة للشعر لا عبئا عليه، تفضل. أولا لابد أن نتمسك بمحددات الشعرية العربية، فهناك الآن ما يسمى بشعر وهو ليس امتدادا للشعرية العربية ولا ينتمي إليها، هذا أولا. ثانيا لابد أن نتفاعل مع واقعنا المعاصر وأن نعبر عنه، لا أن نعبر عن عصور سابقة، بل
إذا عدنا إلى التراث نعود إليه لنستخدمه ونوظفه في فهم الواقع وفي التعبير عنه، وأن ننطلق برؤية مستقبلية على الشاعر أن يفكك بنية الواقع لكي يبني مستقبلا واعدا ورؤية مستقبلية. عظيم جدا، إجابة وازنة أستاذ طارق. الحديث الآن عن مجموعة القيم العالية التي يجب أن تحضر في القصيدة حتى تظل نابضة بالحياة. كما قلنا يعني طبعا حدثنا عن أبرز القيم العالية التي تفضل أنت كشاعر أن تكون دائما حاضرة في النصوص. مشروعي الذي يعني أعتبر مهموما به وأعبر عنه في شعري، وأعبر عنه أيضا حينما أقرأ وأكتب قراءات لأعمال أصدقائي من أدباء المنصورة، هو الهوية. عظيم. الهوية هي الآن الحجر الأساس الذي نحتاج إليه. لا بد أن يكون شعرنا وأدبنا وفنوننا كلها معبرة عن هويتنا. نعم. أجد بعض الذين يكتبون مثلا ما يسمى بقصيدة النثر كأنهم بعض الخواجات، يكتبون لواقع غير واقعنا ولأمة غير أمتنا. أنا متمسك جدا بهذا الشرط. نعم. الأساسي والمعياري. عظيم جدا، وقد أحسنت وأنصفت اللغة إذ نطقتها الهوية ولم تقل الهوية كما تجري على لسان كثيرين يخطئون بها، إذ إن هناك فرقا ما بين المفردتين. فالهوية هي مجموعة القيم والموروث والأخلاق وما يتشبث به الإنسان من ماض وحاضر يأخذانه إلى مستقبل، أما الهوية فهي بئر سحيقة أو المنحدر. أستاذ طارق، من جديد كلنا شوق إلى الشعر، ترى بما ستجود علينا هذه المرة إلى القصيدة التي تحب إلقاءها، لك المساحة كلها الآن، تفضل أستاذ طارق. في استحضار ضمن مشروعي لشخصية خالد بن الوليد، عظيم، قصيدة أموت على فراشك البعير. يا الله. من الأحزاب من أحد ومن زمر ومن زمن النفير، أرتب بعض أوراقي وأسبح في خيالات التذكر، هل تراكم تأسفون على مصيري؟ أنا المعجون في ماء الحروب ومن طعان السيف والأرماح تاريخي وتفكيري. يا الله. أغوص الآن في كسل السرير، أتحسب أنني الريحانة القرشي وأن العطر في إرثي وميراثي قوارير وغلمان خصي، وأني من هوازن حيث أمي وتحسبني بمخزوم أعيش غنى الغني، وتنسى أنني المسلول في وجه الأعادي، أقاتل ناصرا ربي وإسلامي وأدفع عن بلادي، وكم أجهضت غارات المغير وها أنا ذا أموت على فراشك البعير، وكم من شاعر غنى انتصاري فألف من مدائحنا انتصاره، يا الله، وها أنا ذا أمر إلى القصيدة غير مكترث بأوجاع الحروف، أخط الحرف تلو الحرف أقتنس استعارة، وأجدع أنف خيبتكم فتخطفني العبارة، حذاري إذن من الوجه الذي رسمت خطوط جبينه كف الحضارة، أنا الموشوم في قلبي بآيات من القرآن بالصور الطويلة والقصيرة، وأعظم ما يميزني برغم الضعف والإقصاء نفس لا تفارقها البصيرة، أنا المشهور صوتي آخر الأسبوع بالكهف، فحاذر أن تعاديني فأسلحة الدمار بإذن خالقنا كعصفور بكفي، وفي اليرموك قائمة التفاسير، وها أنا ذا أموت على فراشك البعير، أنا المسلول سيف الله تذكرني تهامة وتبكي كلما سمعت صهيل الخيولنا أرض اليمامة، وقد أسلمت في صفر وأعلن عمرو إسلامه، وقد عشنا على ظهر الخيول يئن تحت صليلنا الرومان في الشام، وأطفأنا ببول النوق نيران المجوس ولم نعبأ بأعداد الفيالق والتروس، الله، وطاردنا الفلول إلى غيابات المصير، وها أنا ذا أموت على فراشك البعير، يا الله. فلا نام الجبان ولا استراح فؤاد يائس، فما من قطعة في الجسم قد سلمت من الطعن، وفي جسدي رسوم السيف آيات من الحسن، وها أنا ذا أسير إلى حدود العمر مسلوب الإرادة
وأسكن في فراغ الليل مرتاح الضمير، أرتل آية الكرسي، أموت على فراشي كالبعير. أموت على فراشي كالبعير، هكذا كان قوله، لكنه خلد في ذاكرة الكون بأسره لا في الذاكرة الإسلامية فحسب. أجدت إذ أنصفت بهذا الاستحضار وبهذا الاستنطاق العذب وبهذه الكلمات التي تحرك الشجون وتثير لواعج الشوق إلى كل من مروا فقروا في خريطة العزة والأنفة على امتداد تاريخنا المشرف، الذي نتمنى أن يكون لأبناء زماننا صولة وجولة من أجل نفض غبار الذلة والمهانة واستعادة الصدارة التي تليق بنا، أمة لا تقبل الانكسار ولا تعرف الهزيمة. أستاذ طارق، لكل شاعر حلمه الخاص كما تعلم، وهناك من لا يتوقفون عن الحلم، أين تجد نفسك؟ وأخبرنا عن حلمك الذي تسعى إلى تحقيقه إن كنت تحب ذلك، تفضل. حلمي ليس في شهرة ولا في مال أكسبه من شعري، وإنما كل ما أرجو أن تبقى خلفي حين أموت كلمة يعني أقابل ربي بها. عظيم، عظيم جدا يا أستاذ طارق. طيب، هناك مبادئ لا يساوم عليها الحر كما تعلم، وكذلك هناك رواسخ وثوابت. ما الثوابت التي يجب أن ينافح عنها الشاعر ويكافح في سبيلها من وجهة نظرك؟ تفضل. بالنسبة لي كمصري وعربي ومسلم، هي ثوابت الأمة، سواء على المستوى المصري الوطني وعلى المستوى الأمة العربية ثم على مستوى الأمة الإسلامية كلها. ثوابت الدين لا تفوض فيها. عظيم. إذا لا أقبل أبدا أن يعني يؤتى باسم الإبداع وحرية الإبداع. أحسنت. حرية الإبداع أبدا أبدا لا تعني حرية التطاول وحرية هدم الثوابت، هذا ما لا تفوض فيه عندي. أحسنت، أحسنت يا أستاذ طارق. إلى قصيدة جديدة وكلنا شوق إلى العمود من جديد، فما الذي ستقرأه علينا هذه المرة؟ من طويله أم من بسيطه أم من رجزه أو مبسوطه أو مقبوضه؟ إذا كنت علينا ما تحب فإلى الطويل. خذنا إلى البحر الطويل وحلق لنا عالي. يعني سأقتطع منها جزءا لطولها. اقرأها كلها لا بأس، تفضل. إسراء وطن. من النشأة الأولى إذا حال حائل إلى وطن الإسراء والفرق هائل، أتيتك والأحزان تنهش مهجتي، فلا الهم يبقيني ولا الليل راحل. فصلني أنا المحزون جئتك فاقدا، يفتش عني والسفينة ساحل. وما الظن إلا نفثة من مجامر، وإبليس يدري أن ظني قاتل. وأسري والإسراء رحمة خالق، ولي فيك إسراء يراه القلائل. فكيف سأنجو من تخبط صفحتي؟ وماذا إذا استغنى عن العقل عاقل؟ أرى هل تراني إن أتيت مصافحا؟ وهل قر طود في الحقيقة زائل؟ أتيتك والمسرى مضاء عبادة، وفي الذكر ذكر ليس ثم تسائل. وما رحلتي إلا جنين محبة، وليس لمتبول سوى العشق واصل. وركعة عشق في بلاط أحبتي أحب إلينا من صلاة تخاتل. سأدخل حتما من دروب وسيعة إلى الشيخ جراح وليلك غافل. الله. نقيم صلاة الفجر والفجر موعد. إذا نزلت بالشادئين النوازل، نقيم صلاة الفجر والفجر موعد. إذا نزلت بالشادئين النوازل، ولي حائط يدعى البراق تيمنا، وليس لهذا المجد مجد مماثل. الله. هنا وطني، هنا وطني، والفخر يرفع هامتي، ف
فليس لغيري في الأرومة عاهل. هنا بارك الله الأماكن كلها، تطل على الأقصى ربوع مناهل. عظيم. وفي الليل إسراء المريد وورده، إذا ما إذا ورد المشتاق فري كامل. يكفي هذا القدر. جميل جدا، ما شاء الله عليك أستاذ طارق، حلقت بنا في سماء فلسطين، تحديدا في سماء قبة الصخرة والمصلى المرواني ومسجد عمر في ربوع المسجد الأقصى الحبيب الذي لا يقبل أن ينقسم يوما، ولن يكون إلا لأهله المسلمين والعرب في مشارق الأرض ومغاربها والأحرار فحسب لا سواهم. لابد أن نتوقف بعد هذه اللمحة الجمالية والوفاء العذب منك شاعرنا، لابد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم في كل مكان. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، نذكركم معنا من جمهورية مصر العربية، تحديدا من المنصورة، الشاعر الأستاذ طارق عبد الفضيل. أستاذ طارق، شاعرنا الجميل، وقبل أن نعود إلى الحديث والنقاش، قبل ذلك إطلالة مجددة على شيء من الشعر، لك أن تختار النص الذي تحب أن تقرأه علينا الآن، من أي ألوان الشعر كان ومن أي أشكاله، الأهم أن تمتعنا إلقاء وصورة وتعبيرا، كلنا شوق، تفضل أستاذ طارق. أسئلة بحجم مصيبتي. يا الله. السيف في كبدي، دمي ينساب رقراقا كصافية الغدير، والنبض نبض القلب صار طبول حرب أو نفير، وأنا كخفاش أضاع الضوء منزله الأثير، أبقى وحيدا في العراء بلا جناح، كيف أحتمل الهزائم والصفير؟ وكما تدل البعرة الملقاة في عرض الطريق على البعير، وتدل آثار المسير على المسير، آثار من ساروا هنا، أفلا أدل أنا على عشق تناقله الحواضر والبوادي؟ يا الله. من رائح في صمته أو غادي، يتمدد الجسد النحيل على أريكة حزنه، ويغيب في وجع الحداد. وطني هنا وطني هناك، فمن أنا؟ أيكون ما بيني وبينك قصة أخرى لآلاف الرواة؟ يا الله. طاسين وجع دفين، أم هي الأنات يعرفها الأنين؟ الحزن لي وبلادة الفرح استوت للقاعدين، ودمي سخي في تدفقه، ودمي سخي في تدفقه، الشوارع ظامئات، كيف أشبعها أنا وحدي؟ وكيف أمر من ضيق لضيق؟ ودمي هو المسك المصفى في براءته، أليس دمي يرادفه اليقين؟ من قاتلي؟ هل تعرفين من قاتلي عمدا؟ يا عاذلي، لو ذقت ما ذقنا وعانيت الصعود، لجئت هرولة إلى عشق ترى المعشوق دون حوائلي. يا زائلا من زائلي، غرد كما شاءت لك الأنغام يا طير الربا، وامنح مسامعنا مقامات اقتراب، ليس بين العاشقين من استراح، وإنما هو من صبا. يا عاشقا من عاشقين، طاوعت قلبك في التدله والحنين،
حتى تداولك الرواة وصرت في عزف القيان أعز لحن، كيف قادتك المدارج لاصطحاب السافلين؟ طاسين، أوليس لي حق التشهي؟ كنت أحسب أنني الأولى بحبك إذ تلقتنا الحوادث تحت زنديها معا، وتبرأت منا العشيرة إذ تعشقنا الرضاعة من صدور الغين حين تحالفت كل القبائل كي نذل ونخضع. هل تذكرين وقد رقصنا في الشوارع إذ أتى الملك الحكيم بجيشه وهجاهر السلطان تنقل بشريات أربعة؟ هل تذكرين إذ انتحبنا يوم مات الوعل تحت خميلتي أحبيبتي؟ كيف ابتعدنا هكذا؟ يا الله. كيف استمرت غفلتي فخدعت عنك وكنت أحسب أنني لن أخدع؟ يا الله يا الله، ما أفسح هذا الوجع، لكن نرجو أن يكون هذا يعني مفتاحا إلى أمل يتجدد وراحة من بعد طول ألم وأنين عذاب. الآن إلى رسائل عاجلة أستاذ طارق. الرسالة الأولى، رسالتك إلى قصيدة تنتظرها، ماذا تقول؟ أقول هي قصيدة لم أكتبها بعد ولن أسمي نفسي شاعرا حتى أكتبها. ماذا تقول لها تلك القصيدة المتمنعة ربما؟ أقول لها اقتربي فقد اقترب العمر. جميل. رسالة إلى وطن تحبه؟ طبعا رسالة إلى الأمة العربية والإسلامية كلها، أتمنى أن نخرج من هذه الكبوة. رسالة إلى صديق طال غيابه، ماذا تقول لهذا الصديق؟ أخص بها أصدقائي الذين رحلوا عن دنيانا، خصوصا معظمهم بمرض السرطان، آخرهم صديقي عادل محمد عبد المحسن، سبقه رضوان سمير السعدني، وقبله صلاح السيد حسين. أقول لهم سلام عليكم حتى نلتقي في دار البقاء. دمت وفيا كريما أستاذ طارق، عشت ولا مسك سوء بإذن ربك. رسالة إلى إنسانية متوجعة، ترى كيف سيكون شكلها؟ أقول أيتها الإنسانية السابرة، أن الأوان أن نتوقف وأن نعود إلى النهج القويم. ورسالة إلى الوجع العربي المتدفق على طول الخريطة الواحدة. أتمنى أن نعود إلى هويتنا الحقيقية وإلى مجدنا التليد، وأن ننفض عنا غبار الكسل والتراخي والهزيمة، وأن تلتئم جراح الأمة كلها بدءا من فلسطين الحبيبة. أحسنت أحسنت أستاذ طارق. إلى قصيدة جديدة ربما تسري علينا بها الآن وتخفف عنا من بلواء ما سبق ومصاعب ما نطق الأستاذ طارق. نريد شيئا مكسوا بالأمل، محفوفا بالكثير من الفرح، لعله يفائلنا بقادم أجمل. اقرأ ما تحب، لكن هذا المأمول من قبلي ومن قبل الكثيرين. على ذكر الوجع وعلى ذكر فلسطين الحبيبة، قصيدة قصيرة جدا كتبتها، تحية للأبطال الستة وللملعقة. جميل. الملعقة. قم للملاعق وانظم الأشعار، فاقت بشدة فعلها الحفارة، وارسم على الحيطان صورتها، أما آن الأوان لنهدم الأسوار. الله، أعد أعد من البداية من البداية أستاذ طارق. قم قم للملاعق وانظم الأشعار. جميل. فاقت بشدة فعلها الحفارة، وارسم على الحيطان صورتها، أما آن الأوان لنهدم الأسوار. أي والله آن. وارفد مناهجنا العقيمة درسها، وطنا عزيزا ينجب الأحرار، واكتب عناوين البطولة ستة، جعلوا الخزانة مزحة وشنارة، جلبوع في هم وهم رئيسه أمسى حديثا يملأ الأخبار،
تدري الأماكن أن سيرحل غاصب وتصير بعد الراحلين مزارا. صدقت والله. وسنأكل الصبر الحبيب بمرجنا ونشم أعطاف المدى مدرارا. الله الله، ما أجمل هذا الوفاء، ما أجمل هذا الانتماء إلى الروح العربية الصامدة الثابتة المناضلة التي تأبى أن تخضع لكل مغتصب حق، وتشتعل داخلها جذوة الإيمان بحق الفلسطيني أن يسترد وطنه وإن من بين شدقي الأفاعي. لفضفوك أستاذ فاضل، أجدت إذ قرأت هذا النص، وألف أحسنت، لا تفيك حقك ولا تكفيك. إذا أردنا أن نتحدث الآن من جديد عن الشعر أستاذ طارق، كيف يمكن لشعراء زماننا أن يحفروا أسماءهم حقيقة لا عبورا شكليا؟ كيف يمكن لهم أن يحفروا أسماءهم على خريطة الشعر العربي ويكونوا إضافة لي لا إضافة على أو زيادة على؟ يعني الأمر فيه تفضل نقطتان. الأولى هو للأسف أن الذين يصعدون إلى السطح هم الغثاء، كل مسنود بسند معين. لكن ليس دائما كل من هم يعني مسلطة تجاههم الأضواء، ليس شرطا أن يكونوا دائما من الغثاء أو ممن لا يستحقون. يعني هناك من اجتهد وكد وبذل وتعب حتى وصل، فالمسألة فيها نسبة وتناسب، أليس كذلك أستاذ طارق؟ هذه المسألة الثانية التي كنت سأتحدث عنها، وهي أن أكون نفسي أولا وأخيرا، أن أعمل وأن أجتهد وأن أكتب ما يمليه علي ضميري وما تمليه علي هويتي الحقيقية والأصيلة، وبعد ذلك يأتي ما يأتي بإذن الله وقدره. جميل جميل جدا. طيب الآن حتى تظل اللغة العربية حية في وجدان أبناء الأمة، وكذلك حتى ننجح بتقديمها لأبنائنا وجبة سلسة الهضم وسهلة الاستيعاب، ما المطلوب أو أين يكمن دور المثقف هنا من أجل الحفاظ على اللغة العربية وحتى تظل خالية من الشوائب وحتى لا تهدم أو تغرب؟ ما المطلوب عن الدور المطلوب من المثقف هنا؟ تفضل. يعني لاحظ بعض قرائي أو مستمعي في الأمسيات الشعرية قال أستاذ طارق تستخدم بعض الكلمات التي لا نعرفها. قلت يا صديقي، أحد أدواري إحياء اللغة العربية وليس إماتتها، والأمر صار سهلا الآن أن تتعرف إلى لفظة أو أخرى معك الموبايل وتوجد المعاجم على الموبايل وعلى الإنترنت. لكن دوري ليس إماتة اللغة العربية ومفرداتها، إنما إحياؤها. دوري كشاعر هو في المقام الأول هو الحفاظ على اللغة العربية وتراثها والأدب العربي وتراثه، ملتزما كما قلت سابقا بمحددات اللغة العربية والشعرية العربية. نعم، سبق وذكرت أنك حاصل على الليسانس في اللغة الإنجليزية وأدابها. نعم. لكن هل أثر هذا على حبك للعربية أم أنه كان دافعاً للمقارنة بين لغتين مثلاً، وبالتالي معرفة جوانب القصور في الإنجليزية وكيف أن العربية تستوعب مفردات أوسع ومعان أرفع؟ تفضل أستاذ طارق. نعم، هل حصلت مثل هذه المقارنة يوما ما أقله في نفسك؟ نعم، كثيرا كثيرا، وكان هذا السبب الرئيس في دخولي قسم اللغة الإنجليزية وليس اللغة العربية عظيم، وهو التعرف على الآداب العالمية والاطلاع عليها، فكان ذلك فعلا دافعا ورافدا في آن واحد. جدا مميز. أما عن قدرة اللغة العربية، فقد فاجأنا أحد الأساتذة في كلية الأداب نعم. قائلا إن اللغة الإنجليزية أكثر قدرة على الإيجاز من اللغة العربية، فرفعت يدي معترضا، فأعطى مثالا في 6 كلمات، فأعطيته نفس الجملة ب4 كلمات فقط،
حتى يعني عاد عن هذه المقولة. اللغة العربية، يعني اسمح لي أن أذكر شيئا آخر. تفضل. وهو اعتراضي الشديد على الاحتفال والاحتفاء بيوم اللغة العربية، وهو اليوم الذي اعتمدتها في هيئة الأمم المتحدة. أبدا، أنا أطالب أن يكون الاحتفال باللغة العربية في اليوم الذي نزلت فيه أول آية من القرآن الكريم، وقد ذكرت هذا الفخر في هذه القصيدة القصيرة التي قلتها في أول قصيدة قلتها وهي عن اللغة العربية. جميل. أن شرف اللغة العربية يبدأ بنزول القرآن باللغة العربية، هذا شرف كبير، وهذا جليل راسخ لا يستطيع العلماء اللغة أن يقفوا أمامه، بأنها هي اللغة الأقدر على استيعاب كل المعاني سواء في الأدب أو العلوم. أحسنت أستاذ طارق. خذنا إلى قصيدة جديدة الآن تريح بها أسماعنا من النقاش قليلا قبل أن نعود إليه بهمة عالية. إلى الشعر من جديد، إليك أستاذ طارق وكلنا شوق. أعيدوني إلى وطني، أعيدوني إلى وطني، أعيدوني إلى وطني لأولد من جديد، أعيدوني إلى طمي ونيل، إلى دمياط في وقت الأصيل، إلى سرت وبنغازي أعيدوني، فلن تخضر في الصحراء أشجار بدوني، أعيدوني إلى المختار أن تعل المغازي، وأسرج خيل عزتنا إلى روما، فأشنق كل أفاق على أسوار قريتنا وأقطع رأس نيروني، أعيدوني أصلي في مساجدها وأفطر في مغاربها، إذا ما جاءنا رمضان يسعى والجبال على أسنتها هلال في براءته الدليل، أعيدوني أعيدوني، فكيف إذا تباعدنا يصلى الصبح من دوني. الله. أعيدوني إلى عكا، أعيدوني إلى عكا، فجدي بعد إذلال الفرنسيس توضأ في مآقيها وقام الليل في حضن الخميس، أعيدوني إلى الجزار جدي، أعيدوني فعكا لم تصد الغزو دوني، أعيدوني إلى منصورة الأولى إلى دار ابن لقمان لأقتلع الفرنجة من بلادي، لأسجن تاسعا والعاشر الحادي عشر، وأسجن كل من يأتي ليشرب من عيوني، أعيدوني أعيدوني إلى ماء الفرات، إلى بغداد في شمس المثنى، أقابل في ضواحيها المثنى، الله. وأغرس قائم الفسطاط في وهران، وأغرس قائم الفسطاط في وهران، يأخذني الحنين إلى الخليج، فأمرح في براح النخل آكل تمرة فتمر قافلة الحجيج. عظيم. أعيدوني إلى البيت الحرام لأشرب ماء زمزم داعيا يا رب أوطاني، هنا وطني خليل الله جدي، فمن بعدي سيرفع راية الإسلام في قلب الجزيرة، أعيدوني إلى غسان والحيرة، إلى صنعاء ما صنعاء إلا دم العربي أبهاء الحضارة، من ربا جيزان حتى تستوي أرض المكلا، أعيدوني إلى المحويت جنة كوكبان، أنا العربي صرت بنور أحمد كل إنسان، فعمي بيته في قلب كاشغر، وفي الخرطوم لي أصل وعائلة وأخوالي لهم سكن بنيجيريا وفي النيجر، أنا الفودي فولاني، أنا الإسلام رباني، أعيدوني إلى وطني، إلى يحيى وعبد الله ياسين، فكم نحتاج سيفا في ضراوة سيف تاشفين، الله. أنا رجل سيبدأ زحفه الآن، أنا جيش سيبدأ زحفه الآن، إلى قدسي وقرطبتي إلى اسطنبول، فدونمة البغي تعيث في أرضي، وفي الأحراش تنين وغول، أنا رجل سيبدأ زحفه الآن، فمن للراية العصماء يحملها، ومن سيكون أول ساجد عند الوصول، ومن سيكون أول ساجد عند الوصول، عسى هذا الساجد يكون أبناء الأمة، كل الأمة، دون أن يتخاذل أو يتخلف عن نصرتها أحد. أستاذ طارق، وقبل أن نعود إلى الشعر مجددا بنص ربما يكون الأخير في هذه الحلقة، أود أن أسألك، كيف
أو ما المطلوب أو ما الذي يجب أن يفعله الشاعر حتى تصل تجربته إلى الناس متعلمهم قبل مثلا أو بسطائهم قبل متعلميهم أو مثلا المتقدمين في التعلم؟ الطريقة المثلى التي من خلالها يصل الشاعر إلى كل الناس على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الثقافية. الحمد لله، أتاح الله لنا وسائل لم تكن متاحة لمن سبقونا، فالآن يعني الإنترنت لكل شاعر صفحة على الفيسبوك، وهناك يعني يمكنه أن ينشئ له قناة تلفزيونية خاصة به. نعم. أصبح الكتاب يعني في الشعر بالذات تداوله قليلا، لكننا نخرج إلى سواء الأدباء أو عامة الناس من هذه القنوات المستحدثة، فالشاعر يعني لا ينبغي له أن يتغافل عن هذه المستحدثات طالما كانت وسائل نافعة ومفيدة نصل بها إلى كل الناس وكل الأطياف. يطالبنا الكثيرون بوضع الفيديوهات بدل القصائد المكتوبة، يقولون نستمتع بإلقائك ونشعر بالقصيدة ونتفاعل معها أكثر. جميل. وهكذا ونحن يعني نستعمل كل الوسائل المتاحة حتى تصل كلمتنا بإذن الله. أحسنت أحسنت، وهذا ما سيكون طالما أنك موقن بذلك، مؤمن به وتعمل من أجل تحقيقه. إلى مسك الختام شعرا، اختر النص الذي تود أن يكون عيد ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. تفضل أستاذ طارق، لن أطلب نصا معينا هذه المرة، لك الخيرة من أمرك، فاقرأ ما تشاء. كما أفعل في معظم دواويني مؤخرا، تكون القصيدة الأخيرة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنعم بها من خاتمة ومبتدأ كذلك. تفضل، خير خاتمة المديح النبوي. تفضل أستاذنا. بائية العاقب. تسلل حرف خلف حرف يراقب، فمال إليه الصوت والرسم راهب، وقد جاء يهمي من تهامة محجرا، فأقنت على الشام القريب سحائب. إلى الأخشبين استل سيف بحوره، فهاجت بصنعاء البطاح الكواعب. له في ثنيات الوداع مهاجر، وقد أنشدت في الغار قبل العقارب. وزفت على باب القليب يمامة، تفاخرها في العالمين العناكب. فهل تصمد الأشعار عند محمد؟ وهل يصلح التشبيه والقصد عاقب؟ يا الله، ألم يفقد البدر استدارة وجهه إلى أن توارى في الظلام مصاحب؟ فكيف الجمال الحق يعرف وصفه بما قر في الأذهان والأصل غائب؟ عظيم. ألا كل إنسي إذا شاء رفعة تشبه بالمحمود والحمد واجب. وها أنا ذا أحني رؤوس قصائدي إذا مر طيف في البلاد وجائب. وهاكم قصيدي ليس يعرف بعضه خجول، فمستخف بليل وسارب. وكي أجمع الأشتات أرتق فتقه بذكر حبيب لا يباريه كاتب. أجمل وجها بالمديح ولحنه، فيغبط وجهي في الحقيقة غارب. حضورا إذا غاب الرفاق بحضرة، وإن ضل لفظ فالمعاني قوارب. هي الروح لا تشقى بحل ورحلة، وإن غابت الأصوات فالوجد صاحب. أردد خلف النبض أحمد حاشر، هي الحاء إن حلت فسهمك صائب. تصاحبني في كل وقت صلاته، وتذهب في عجز البيان مذاهب. أحاول إغراء المجاز وليته يطاوعني في الوصف والوصف غالب. فليس بمقدوري سوى النطق باسمه، لكي يلفظ الحيتان عقل مغاضب. أغازل بعد الميم ميما تقربا، فيخجل مني في الهوى المتقارب. فما جمل الأشعار مثل محمد، وقد أنزلت في الروح تلك العجائب. وقد
وقد أنزلت في الروح تلك العجائب، دع الروح ترقى في مراق جليلة إلى أن يراها النور والصبح تائب. إلى أن يراها النور والصبح تائب. وأحسنت بهذه القفلة الرائعة أستاذ طارق، يعني وصلنا إلى الختام، ماذا عساك أن تقول في ختام هذه الحلقة من بيت القصيد؟ تفضل أستاذ طارق بإيجاز لو سمحت. سعيد جدا بوجودي معك، وأنت شاعر كبير، ومع شكري لك والشكر أنا الأسعد باستضافتك. الشكر موصول لجميع العاملين بقناة الرافدين، وشكرا لمشاهديك. شكرا لك أستاذ طارق، وعسى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء وجها لوجه هنا في مقر قناة الرافدين. على أي حال سيظل هذا اللقاء مؤجلا، ولا محالة سيكون قادما يوما ما. مشاهدينا الكرام، شكرا لك أستاذنا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته وإذنه يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.